محمود باهي الناقد الرياضي بجريدة الشروق بيشرفنا ونورنا. حودة، مساء الفل يا امير. اخبارك ايه؟ الحمد لله، كله تمام الحمد لله، منورنا كالعادة. الله يخليك. عندنا عدد من الملفات طبعا عايزين نتكلم فيها، واهمهم فيما يتعلق بالنادي الاهلي ورؤيتك للمرحلة السابقة بالتحديد قبل مرحلة غاية في الصعوبة قادمة بإذن الله بالنسبة للنادي الاهلي. هو امير، احنا اخر مرة اتقابلنا لما اتكلمنا عن هنا في البرنامج اتكلمنا عن فايلر، وان احنا قلنا ان احنا الراجل ده قرينا له 10 حوارات في فعلا صح في سويسرا وفي المانيا، وان الراجل ده مهتم بادق التفاصيل. فايلر كان في حمله، مش هنقول تشكيك، في حمله تخوف منه، السي في بتاعه لا يليق والكلام ده كله. وقلنا ان السي في مش كل حاجه في مسيره اي مدرب يعني، او صح. بيحكم حكم نهائي على اي مدرب. فايلر كانت بدايته تعتبر كانت فخ كبير جدا ممكن يواجه اي مدرب، مدرب اول مره يشتغل في افريقيا، اول مهمه ليه تبقى في غينيا الاستوائيه في ملعب. طبعا انت عارفين الاجواء في افريقيا بتبقى عامله ازاي، ملاعب واجواء وطقس ومناخ ورطوبه والكلام ده كله، ثم بيلاعب المنافس التقليدي على بطوله حتى لو شرفيه بس برضه ليها اهميه جماهيريه كبيره مع نادي الزمالك بعد مباراه كانو سبورت بايام قليله. لكن الراجل بصراحة نجح بامتياز كبير جدا جدا يعني، في حالة ارتياح، في حالة متعة، في أداء ممتع للفريق في آخر 6 ماتشات أو في الماتشات تحت قيادة فايلر. الراجل ادى ثقة، والعناصر كانت لحد ما كانت مدفونة في الفريق، مدفونة. زي حسين الشحات. حسين الشحات احنا الموسم اللي فات انضم في يناير ما كانش بالتأثير الواضح. كان بسبب ايه؟ هل بسبب الضغوط اللي عليه ولا بسبب مدير فني؟ برضه بدايه ضغوط عليه، برضه حسين الشحات كان جاي النادي الاهلي مبلغ كبير جدا طبعا، تمام، فده كان حاطط ضغوط عليه. وفي نفس الوقت كان ممكن مارتن لاسارتي ما كانش، مش هنقول القناعه التامه بيه، هو مش قادر برضه يدخله في الفرقه. فايلر بقى على العكس تماما، فايلر شفنا له نجاحات كبيره جدا على المستوى الفني، على المستوى الشخصي كان ليه وقفه مع لاعبين مش ملتزمين او مش منضبطين في التدريبات، وشفناهم بره الصوره. والراجل ده زي ما قلنا هو راجل سويسري، راجل صارم، راجل ما بيعرفش الهزار، وكان ليه مواقف سابقه في مسيرته التدريبيه قبل كده. بالظبط. لكن في نفس الوقت احنا ايه، البدايه الحالمه دي لازم برضو الجمهور يحط حسابه ان هو ممكن الفريق يتعثر. ده طبيعي، ده وارد، ده دي كره كرة القدم وارده. طبيعي. والراجل كمان البدايه الممتازه دي احنا ممكن نعتبرها بري سيزون، يعني الراجل جه مفيش فترة إعداد، جه على مهمة سخنة بسرعة جدا، على اختبارات صعبة جدا، وفي نفس الوقت جه على صفقات هو ما اختارهاش، هو إدارة النادي وفرت له أدوات، ودي الأدوات اللي عندنا المتاحة وابدأ بيها، وأدوات ممتازة مش هنقول دي حقيقة. لكن هو لازما يبقى في تسليط الضوء إن الراجل هو مش اختار الصفقات دي. فدي نقطة. النقطة الثانية، الراجل كانت بدايته كويسة جدا، كون النادي الأهلي يكسب سموحة الإنتاج الحربي أسوان مع احترامنا لكل المنافسين ده الطبيعي. صح. لكن اللي مش طبيعي الاداء، التميز. الراجل بين علامات فنيه كتيره جدا، شفنا له دلوقتي تنوع زي ما كابتن طه اسماعيل قال من شويه في المداخله بتاعته، تنوع في الاسلحه الهجوميه. صح. السنه اللي فاتت فعلا علي معلول كان هداف الفريق، الباك الشمال اللي هو كان نص الموسم الاولاني كان متغيب للاصابه، فدي كانت برضو من ضمن المشاكل الهجوميه النادي الاهلي ده. دلوقتي لا، الاهلي بيروح وبيسجل وبيضيع كتير، حتى فايلر في اول ماتش ضد سموحه، عشان برضو ساعات الارقام والاحصائيات بتكون خداعه في كره القدم. انت كسبت سموحه 1-0، لكن كان ممكن تكسب 3-4، الفريق ضيع فرص كتيرة. صح. جدا. فده برضو أمر يحسب ليه، عنده تنوع. في ماتش أسوان الأخير احنا شفنا فايلر بيعمل تغيير جوه المباراة نفسها، رمضان صبحي بدأ المباراة ناحية الشمال، ثم وجهه بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة ناحية اليمين، ثم في عمق الملعب، فالراجل بيقرأ المنافس اللي قدامه بشكل كويس جدا. الفوز على الإنتاج وسموحة وأسوان دي نتائج طبيعية، النادي الأهلي أو الزمالك عموما هم أقوى ناديين في مصر، فكون إن هم يفوزوا على أي فريق فده ده طبيعي. العادي، لكن الغير عادي الأداء والتميز الفني والجماعي، وإنك تخلق حلول كانت برضه هنقول مدفونه برضه في النادي الاهلي من فتره، اللي هو التسديد من بعيد. شفنا محمد هاني في مباراه كانو سبورت وبيشوط من بره ال 18، دي كانت حلول غايبه عند النادي الاهلي. انت دايما القصه بتاعت التسديد من بره دي كان حل مفقود عندك. شفت امبارح في ماتش اسوان حمدي فتحي التسديد من بعيد ده سلاح مطالب، لانك انت هتيجي في وقت من الاوقات برضه المنافس ده هيدرس لك خطط فايلر، وهيبدا يوقف طرق لعبه معينه. فهو ليه اكتر من يعني، ليه سلاح الجبهات اللي هي الطرفين الجنب وعمق الهجوم، وفي نفس الوقت ايه سلاح التسديد، اللي ممكن هتلاقي فرق بتتكتل قدامك وتعقد لك المباراه. فدي مزايا كتير او ملامح كتير الفنيه الفايلر. لكن يبقى الاهم، هنقول ان اعتبر الفتره دي برضو كان سبورت فريق مش كبير، الفتره دي بري سيزون للاهم
كويس. الاهم ان هو دلوقتي هو اصعب اختبار واجهه فايلر كان مباراه نادي الزمالك، وكان برضو نادي الزمالك عشان في ناس بتقول ان فايلر قابل فرق يعني ما قابلش مواجهات قويه، لا نادي الزمالك اختبار قوي طبعا، نادي قوي جدا، نادي كبير وفنيا كان جاهز جاهزيه تامه ومنتشف يعني. فوزه بكاس مصر، مدرب جديد كابتن بيراميدز 3-0، مدرب جديد عنده خبره بالكره الافريقيه اكتر من فايلر المفروض على طبعًا. الورق طبعا. نقطه ثانيه، نادي الزمالك مدعم بصفقات كبيره جدا في كل المراكز صح. في نفس الوقت بقى على مستوى الدوري انت عندك حسام حسن، كابتن حسام حسن مع سموحه، كابتن مختار مع الانتاج الحربي، هم اقدم اثنين مدربين في الدوري المصري حاليا صح. كابتن مختار بادئ مسيره في الدوري المصري من 2006 من ايام ما طلع مع بتروجيت تمام، كابتن حسام حسن مصري، سموحه وانديه ثانيه كتير وكان مدرب نادي كده، فدول اكتر اثنين مدربين عندهم خبره في الدوري المصري، باقي المدربين يا اما مدربين جدد زي ما بنشوف في الجونه ميلوسيفيتش او يسيتش في الاسماعيلي او كابتن ايهاب جلال، دول نعتبر ايه الوجوه الجديده اللي دخلت على الدوري المصري، لكن الوجوه اللي هي الاقدم هو كابتن حسام حسن، كابتن مختار ونضيف عليهم كابتن طارق العشري، دي الوجوه اللي عندها خبره في الدوري المصري، وكابتن طلعت يوسف برده في نفس في نفس الكاتيجوري او نفس الفئه، فبرده عشان دي حمله التشكيك ان هو يقول هو ما واجهش منافسين اقوياء، لا ده واجه منافسين اسما سموحه فريق قوي. سموحه كان وصيف الكاس السنه اللي فاتت صح. 2018 نادي الانتاج الحربي من ضمن الفرق اللي بتلعب على المربع الذهبي وبتقدم مرات كويسه، وكابتن مختار معروف بكده تمام. اسوان فريق حماسي هنقول اه فريق حماسي لسه طالع دوري درجه اولى السنه دي، وفي نفس الوقت مع مدير فني شاب برضو وجه جديد على الكره المصريه او وجه جديد على الدوري الممتاز اقصد، ولكن في نفس الوقت انت كنت بتلعب في درجه حراره عاليه برضو، ارضيه الملعب كله اشتكى منها، كانت مأثره على الفريقين مش على الاهلي بس او ريني فايلر او خطط ريني فايلر. في نفس الوقت الفتره دي كلها يقدر فايلر يعتبرها بري سيزون، وجاي فتره توقف دوري هيقدر بقى يجهز العناصر اللي هي الغايبه سواء للاصابه او لاسباب فنيه او يحسن لياقتهم، لان الاختبار الاصعب هو القادم. احنا بالزبط. مش هنقول ان فايلر هو بقى كده ممتاز 100%، انا برضو لسه عندي كلمتي، فايلر سيبوله من هنا لنهايه السنه اللي هي شهر ديسمبر، اول ثلاث شهور الراجل هيقدر بقى يحط ايده على كل الملامح، هيشوف بقى كل التفاصيل. نهايه السنه مش نهايه الموسم 2019 يعني اللي هتبقى اول ثلاث شهور او اول اربع شهور في مسيرته مع الفريق طبعا. لكن مش هنحكم عليه من حوالي اربع خمس ماتشات، مع ان البدايات ممتازه جدا. البدايات كنت متوقع ان البدايات تبقى بالشكل ده؟ لا، كاندماج سريع وحقق يعني حاجه مهمه جدا. الراجل تحس ان هو كان قبل ما يجي الاهلي هو دارس كل حاجه يعني، هو اندمج بسرعه جدا مع الفرقه صح. حط ايده على تفاصيل معينه كانت الفرقه ناقصاها. البدايه القويه دي ما كانتش متوقعه قوي، عشان كده بقول لك يا امير انت كده كده هتكسب سموحه، كده كده هتكسب الانتاج، وكده كده هتكسب اسوان مع احترامنا لكل الفرقه دي، لكن الغير متوقع الاداء الممتع السريع السلس المنسجم. دلوقتي انت بدانا نسمع الناس يقول لك خلاص ما فيش، يعني في اعلاميين كبار بيقول لك خلاص ما فيش منافسه على الدوري، اتحسمت من اول ثلاث جولات. بس ده كلام بدري قوي، بس ده يعني كلام طبعا مش واقعي يعني، لكن انت برضو داخل على اختبارات بقى قويه جدا في دوري الابطال، وداخل على التحامات تانية بقى في كاس مصر وظروف، عشان كده بنقول البدايه ممتازه. البدايه اسكتت ناس كتير كانت بتشكك في الراجل او كان برضو بتهاجم اداره النادي على تعاقدها مع مدرب ملوش سيره ذاتيه قويه، مع ان برضو هنقول تاني قدرات فايلر ما كانتش تتحدد بالسيره الذاتيه، وقدرات فايلر مش هنقدر نحكمها في اول ست ماتشات، لكن البدايه ممتازه وفوق الخيال يعني فوق هو الواضح كانه عارف يتعامل نفسيا بشكل كويس جدا مع اللاعبين. وفي جزئيه مهمه قوي ان اللاعبين قادرين ان هم يتفهموا ويستوعبوا افكاره وينفذوها، ده شيء يحسب ايضا للاعبي النادي الاهلي في الحقيقه. وبعدين يا امير شخصيته قويه جدا يعني، حتى في مؤتمر الصحفي الاخير في مباراه اسوان كان احد الزملاء ساله عن انطباعه عن مدينه اسوان فالراجل يعني الراجل ما بيعرفش يتجمل، الراجل قال لك المدينه جميله ورائعه بس انا موظف، انا مش جاي سايح في مصر، انا موظف، انا جاي انا موظف في النادي الاهلي، انا بعمل براتب في النادي الاهلي، فواضح ان الراجل مش بتاع شعارات، مش بتاع تجميل، راجل عملي وواقعي باين في تصريحاته في الحقيقه بشكل عام، مش منضبط جدا. النادي الاهلي كسب سموحه في المباراه الاولى، لكن مع ذلك طلع وانتقد لعيبه الاهلي فايلر، قال لك احنا ضيعنا فرص كتير، احنا حبسنا نفسنا لغايه اخر دي عشان نحسم الفوز. في مباراه الانتاج الحربي الاهلي كسب 4-0 لكن ضيع فرص كتيره جدا، يعني ممكن صح. كان نتيجه 4-0 دي كانت تبقى نتيجه الشوط الاول بس صح. خلق لك اسلحه هجوميه كتيره جدا، ما بقاش انت الفريق معتمد على لاعب او اتنين، لو الدنيا قفلت عليك هتبقى يعني صعبه. انت السنه اللي فاتت الاهلي مع لاسارتي كسب سموحه في الدقيقه 97 بجون جيرالدو بصعوبه بالغه. انت السنه دي كسبانه في اول خمس دقائق ومضيع كتير، وكانت مباراه برضه سجال ورايح وجاي، فالراجل كانت بدايته فوق ممتازه.
لكن مش عايزين نتسرع، ولكن برضو لازم الجماهير تتقبل اي اخفاق، لان دي كره القدم. انت مش هتكسب على طول ولا هتخسر على طول، بس البدايه مبشره وممتازه. هو طبيعي لا قدر الله يعني يبقى في اخفاق، يعني دي كره قدم، وارد ان انت تكسب وارد ان انت تخسر، لكن في نفس الوقت انت بتعمل اللي عليك، بتجتهد، بتشتغل صح طبقا لرؤيه المدير الفني، امكانيات اللاعبين، وباقي التوفيق. ما هي بص يا امير، هي في ناس البدايه الحالمه تبقى الطموحات كبيره جدا، يقول لك بقى خلاص احنا مش هنخسر تاني، يعني ده كان مش منطقي يعني، افهم، ومع اول خساره هد بقى المعبد وانسى كل اللي عمله الراجل في بدايه الموسم. لا، هي القصه مش كده، ممكن يكون المدرب مش موفق، ممكن المنافس يتفوق عليك، ممكن انت تكون مش في حالتك، مش يومك. فهي بس احنا عندنا الفكره عندنا في كره القدم في مصر، انك فريق اللي انا بحبه لازم يكسب على طول، سواء حلو سواء وحش، وده مش موجود في الكوره. طبعا انت شوف انديه عالميه كتيره بتخسر وبتكسب وبتخسر بنتائج كبيره. برشلونه خسرنا 4-0 وما زال برشلونه، وما زال هو اللي بيرشح الاول لدوري الابطال، او من ضمن المرشحين اقوياء دوري الابطال. ريال مدريد انهار ومع ذلك يبقى ريال مدريد، فهي الاسماء باقيه، لكن الناس بقى النتائج والكلام ده بتبقى وليده اللحظه. زي ما بقول لك، تفوق منافس، انت مش في حالتك، انت ادرت المباراه، انت اخطات، فده وارد في كره القدم. مين ابرز العناصر اللي ممكن تكون رجحت كفه الاهلي على مدار الفتره السابقه من وجهه نظرك، يعني اللي لفت نظرك بشكل كبير من الاهلي؟ والله يا امير، في ثلاث لعيبه بالتحديد: رمضان صبحي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه. تمام. ليه بقى؟ احنا قلنا حسين الشحات، هو ده حسين الشحات اللي المفروض مستنيين، مستواه مميز جدا. رمضان ليه اخترنا الثلاث لعيبه؟ رمضان صبحي اتخلق كمهاجم تاني، كمهاجم وهمي رقم 10 وبيكمل، فعاليته على المرمى زادت. الاول كنا بنشوف دايما رمضان صبحي بيضيع مجهوده اكتر على الاطراف، على الاطراف صح، دلوقتي لا، بقى فعال اكتر على المرمى، بقى بيشوط. احنا كنا دايما نقول ايه، رمضان صبحي محتاج يبقى اناني شويه، مش لازم تراوغ او ترقص زي ما بنقول بالعاميه، لا وبتمر، لا يعني اتجرأ شويه وشوط على الجول. هتلاقي معدل رمضان صبحي اول ثلاث مباريات على الاقل، على الاقل مسدد 10 مرات على المرمى على الاقل، وجايب ثلاث اهداف. دي نقطه. محمد مجدي قفشه لعيب مميز جدا، تحركات الاهلي كان عنده مشكله فنيه وضحت جدا بعد رحيل عبد الله السعيد، الراجل اللي هو بيربط بين الخطوط. محمد مجدي قفشه راجل كفاءه هجوميه كويسه جدا، فعال على المرمى، تمريراته الطوليه مهمه جدا بشكل سريع قوي، زائد ان هو كمان ادواره متنوعه، متميز جدا في الكرات الثابته. محمد مجدي قفشه ماتش اسوان صنع لك هدفين من كره ثابته، ركله حره ومن ركله ركنيه، فالراجل مميز جدا على المرمى، بيكمل، بيخش كمهاجم، وده من ضمن الحلول اللي نوعها فايلر، ان يبقى عندك اكتر من راس حربه. انت راس الحربه الاساسي بتاعك في الموسمين الاخرين وليد ازارو، وكانت مشكله كبيره لو وليد ازارو ما سجلش بتبقى الدنيا اتعقربت زي ما بنقول. لكن دلوقتي انت عندك مثلا على الاقل حوالي اربع او خمس حلول، من ضمنها محمد مجدي قفشه، وكمان في المباراه الاخيره بعد اصابه السوليه كان هو رجع كلاعب وسط مدافع تاني بجوار حمدي فتحي. حمدي فتحي الاكتشاف اللي احنا بنقول ايه، حمدي فتحي من ضمن الناس برضو اللي كانت مستواه مبشر جدا جدا منذ انضمامه في يناير اللي فات في الموسم الماضي في الجزء الثاني، كان برضو عمل اداء كويس. حمدي فتحي من ضمن الناس يا امير، انت قليل قوي في مصر لاعب الوسط المدافع الهداف. اكيد كان اخر لاعب وسط مدافع هداف في مصر كان حسني عبد ربه. متميز كان في التسديد، كبير في الحقيقه حسني، متميز في التسديد، على المرمى بيكمل في الكرات الثابته، شفنا له اكتر من هدف بالارض، بيقدر يقوم بالواجبات كلها في نص الملعب، بكل حاجه بيقدر يعملها، اهداف، يعني كل حاجه بيقدر. معدل التهديف بتاعه ده كويس، يعني انت برضو دي الكره الحديثه، انت صح. مش دورك كلاعب وسط انك تقطع كرات او تكسر هجمات المنافس بس، لا، وبرضه لما يكون عندي فرصه ان انا اتقدم واشوط واكمل اروح. وده عشان كده بقول لك حمدي فتحي امير من ضمن الناس المميزه جدا. ثلاث عناصر اللي انا ذكرتهم، محمد مجدي قفشه وحمدي فتحي ورمضان صبحي، انا شايف ان هم افضل ثلاث لعيبه في النادي الاهلي في الفتره الاخيره مع فايلر. صفوف الاهلي مكتمله ولا ممكن نكون محتاجين اضافه مثلا في شهر يناير من وجهه نظرك؟ الاهلي يكون محتاج حاجه زياده تزود من الفاعليه الهجوميه الخاصه بالفريق، ولا الفرقه مكتمله؟ هو بشكل كبير، بص امير اقول لك على حاجه، الفرق الكبيره دايما يعني التدعيم بيكون في اضيق الحدود. كويس، انت لو شفت زي ما حصل اول الموسم الاهلي جاب ثلاث لعيبه بس بالظبط كده. النادي الاهلي عمل ميركاتو قوي جدا في يناير اللي فات، جدد دمه، وفي نفس الوقت في عناصر كتير جدا كانت عندك انت استغنيت عنها سواء بالاعاره او البيع. الفترة الحالية ممكن يكون الأهلي محتاج في مركز قلب الدفاع شوية يكون في خيارات أكتر. في خيارات أكتر، لأن بس في عودة لسعد سمير، محمود متولي بجانب أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومين تاني؟ رامي ربيعة. ورامي ربيعة. بس المركز ده يا أمير أكتر مركز فيه معدل إصابات في الأهلي الفترة الأخيرة. هتلاقي المركز يعني
احنا جينا فتره كان كابتن وائل جمعه وشادي محمد 5 سنين ورا بعض، صح فاهمني؟ ف يعني كان الاصابات بتاعتهم في اضيق الحدود، ممكن تلاقي احمد السيد داخل شويه، ممكن تلاقي رامي عادل داخل شويه، لكن المركز ده كان فيه ثبات شويه في معدل الاصابات، وكان معاهم برضو كابتن عماد النحاس طبعا. لكن دلوقتي مثلا محمود متولي اضافه كويسه جدا، لكن ما قدرتش تتهنى يعني، ما لحقتش تتهنى بيه، اتصاب. سعد سمير بقاله فتره مصاب، فبرضو كان رامي ربيعه برضو قعد فتره بس كبيره مصاب. بس مش شرط الاصابات تتكرر يعني، ممكن المرحله دي في عدد من الاصابات في المركز ده، لكن مجرد ما يرجعوا ان شاء الله مش شرط ان هم يتصابوا تاني يعني. ما انا فبالتالي هتبقى انت المركز ده خلاص مكتمل حتى ياسر ابراهيم. لا يا امير، انا اقصد ان المركز ده دلوقتي برضو في الكره الحديثه هو ولاعب الوسط بيبقى اكتر مراكز فيها معدل اصابات كتير، لان الجهد البدني عليهم كبير طبيعي بسبب الماتشات وادوارهم في الملعب وكده يعني. فانت برضو محتاج تدعيم في المركز ده بشكل كبير، محتاج تدعيم في مركز راس الحربه الصريح، لان برضو اعمل حساب ان الفرق المنافسه هتبدا تستعد ليك وشافت لك ماتشات كتيره. انت برضو حاليا تحس ان الاهلي ملوش راس حربه صريح، اجاي هو اللي بيقوم بالمسؤوليه دي مش مركزه الرئيسي. في نفس الوقت عندك مروان محسن مصاب، ازاره بعيد عن الصوره شويه مش زي الاول. فاعتقد قلب الدفاع وراس الحربه هم اكتر المراكز اللي محتاجه تدعيم، لكن المنطقه اللي هي صناعه اللعب او تحت راس الحربه عندك وفره كبيره جدا كتيره قوي يعني، سواء حسين الشحات، سواء رمضان، سواء محمد مجدي قفشه، مؤمن زكريا ربنا يعافيه ان شاء الله. ان شاء الله برضه من ضمن الحسابات، لو عندك محمد محمود كمان، محمد محمود من ضمن الناس برضه العناصر اللي هي منتظره عودتها بقوه. نيدفيد نفس الكلام. فاعتقد ان هي منطقه نص الملعب ومحاور اللعب الهجوميه لا كتيره جدا وتطمن عليها. طرفين الملعب محمد هاني، كابتن احمد فتحي، الناحيه الثانيه معلول وحيد ممتازين، محمود وحيد بديل كويس، وفي نفس الوقت عندك ايمن اشرف برضه ايمن اشرف باك شمال. فاعتقد هم دول اكتر مركزين. فيها حسين السيد كمان بالمناسبه نفس القصه. فهي اكتر مركزين هو راس الحربه قلب اللي هو الصريح اللي هو التارجت مان، وفي نفس الوقت قلب الدفاع تحسبا بقى لاي وكله في النهايه بيترتب على الرؤيه الفنيه للمدير الفني، هو اللي هيقرر يعني في بخصوص هذه الامور. مباراه الزمالك بتشوفها ازاي في ظل حتى هذه اللحظه قبل المباراه؟ هتقف على حاجات كتيره قوي يا امير. اولا العناصر الدوليه في الفريقين، احنا لو شفنا مباراه الاهلي والزمالك في السوبر الاخير كانت معنويات الزمالك هي الاعلى فعلا، بطل كاس مصر، صح، مدير فني جديد، عروض كانت قويه جدا مع ميتشو، في نفس الوقت صفقات جديده وزي ما نقول نشوه يعني، انت في السماء. والناحيه الثانيه النادي الاهلي مدير فني جديد لسه مش الملامح بتاعته، كان في كمان كلام كتير عن المدير الفني والامور ما كانتش يعني، وتشكيك فيه والكلام ده كله. دلوقتي الايه اتعكست، النادي الاهلي الانطلاقه قويه جدا، بدايه مثاليه مع فايلر، نتائج قويه، تصدر دوري منفرد باداء ممتع بنتائج كويسه جدا، ونادي الزمالك بدات الايه تنعكس عليه. يعني انتصارين صعبين جدا على الاتحاد ثم المقصه، وبرده بدا الجمهور يزوم على ميتشو، ثم تعادل اخير مفاجاه كبيره مع اف سي مصر، مع اف سي مصر، وكاد اف سي مصر ان هو يكسب كمان المباراه في اخر دقيقه. فالكفه اتقلبت، لكن في نفس الوقت في عنصر مهم جدا احنا عايزين نلفت النظر ليه، اللي هو العناصر الدوليه في الفريقين. كويس. النادي الاهلي عنده حوالي 10 لعيبه دوليين اعتقد، ده 13 بالاجانب 13. الناس دي هترجع لك باي حاله بدنيه واي حاله فنيه، نفس الامر بالنسبه لنادي الزمالك. انت عندك النادي الاهلي يعني منتخب اول واولمبي ومنتخب تونس ومنتخب مالي مع الي ويانج. الناحيه الثانيه نادي الزمالك نفس القصه، برضو منتخبات سواء منتخب مصر الاول او الاولمبي او منتخب تونس، فدي هتبقى عامل مهم جدا. النادي الاهلي بدنيا وفنان تقدر تقول ليه ملامح واضحه واقوى واكثر ثباتا من نادي الزمالك. نادي الزمالك في الفتره الاخيره خسر مثلا عنصر زي محمود عبد العزيز في خط الوسط، ده خيار بديل. على فكره البودله في الكره الحديثه مهمين جدا طبعا، اصابه صعبه نتمنى له الشفاء العاجل. طبعا نتمنى له الشفاء. فنادي الزمالك بقى عنده مشاكل فنيه كتير، بدا يبقى فيه كلام كتير عن تغييرات في الجهاز الفني واضافه عناصر ونشيل عناصر والكلام ده كله. هل ممكن الاستناد على كل هذه الامور في مباراه مهمه زي دي، ولا دايما بتبقى مباراه الاهلي والزمالك مختلفه ايا كان ايه المعطيات اللي قبل المباراه؟ لا احنا بنقول دي يا امير دي الملامح جوه الملعب بتاع اللعيبه بقى. يعني لو احنا حسبناها المؤشرات المبدئيه نقول النادي الاهلي اقرب واقرب بقوه. لو جوه الملعب لا دي حسبه ثانيه بقى، دور اللعيبه. ممكن تكون اللعيبه مش في حالتها، مثلا ممكن نادي الزمالك تتخلق له دوافع اكتر، ان انا عايز اثبت ان انا لا انا لسه موجود ولسه في المنافسه، لان
حاله خساره الزمالك نقدر نقول ان الاهلي بياخد ستيب اعلى شويه ان هو يثبت اقدامه بشكل كبير، فمباراه نادي الزمالك محتاجها بشكل قوي. تمام. الناحيه الثانيه فايلر محتاج ان هو يقول ايه، ان الفوز على السوبر ده ما كانش وليد الصدفه او كذا، لا انا عايز اكد ان انا افوز في ديربي تاني في خلال اقل من شهر عشان برضو ابني علاقه اقوى مع جماهير النادي طبعًا الاهلي وتبقى تثق فيا بشكل اعلى، خاصه قبل انطلاق مشوار دوري الابطال اللي هيكون صعب جدا السنه جدا دي. جدا البطوله مليانه فرق قويه جدا في الحقيقه. اه بالظبط. وهنشوف القرعه بكره باذن الله، لكن عايز اتكلم معاك شويه عن المنتخب والكابتن حسام البدري مدير الفني الجديد. والنهارده او امبارح كان التجمع، والنهارده اول مران للمنتخب، متفائل بالمرحله الجايه مع الكابتن حسام بدري؟ دي صور طبعا من مران اليوم بالتحديد، يعني شايف المرحله الجايه ازاي مع الكابتن حسام بدري؟ والله يا امير برضو اخر مره كنا في البرنامج هنا كنا بنتوقع ان كابتن حسن شحاته هو اللي هيكون المدير الفني الاقرب لمنتخب مصر، ان هو عليه قابليه وجماهيريه اكتر. تمام. كابتن حسام البدري لو حتى سالتني وقلت لك انا لو انا اللي بختار هختار كابتن حسام البدري او حسام حسن، الاثنين بالنسبه صح. لي سيان يعني. كابتن حسام البدري فيه ميزه مهمه جدا يا امير. ايه هي؟ من ضمن مميزات، اولا هو احنا مش بنتكلم عن المتعه في الاداء او بنتكلم عن الانضباطيه والفنيه. كابتن حسام من النوع اللي هو مش مغامر، اللي هو عارف قدرات الفريق اللي هو بيتولى مسؤوليته، وهو اعترف بكده في المؤتمر الصحفي لتقديمه. لكن المنتخب فيه مشاكل جوه الملعب، فيه مشاكل بره الملعب، التحديات اللي قدامه هتبقى صعبه جدا جدا. انت جاي بعد فتره اجيري اخفاق كبير، كوبر 3 سنين انت بتكسب وبتعمل نتائج بس الجمهور مش راضي عنه. يعني انت دلوقتي عندك مشاكل في الاداء ومشاكل في اداره الامور داخل منتخب مصر. كابتن حسام البدري من ضمن مزايا ان هو يقدر يمسك فريق عنده مشاكل ويبتدي يعني ايه يعني يصعد بيه تدريجيا، يفوقه زي ما بنقول بالبلدي. كابتن حسام البدري لما مسك النادي الاهلي من سنتين كان بعد مارتن يول. مارتن يول كان طبعا النتائج انت فايز بالدوري بصعوبه، ثم في بطوله افريقيا خرجت من دور المجموعات بنتائج صعبه جدا، تمام، ما كسبتش ولا ماتش في مصر، خسرت من اسيك وتعادلت مع زيسكو او زناكو اعتقد، وتعادلت مع الوداد المغربي وما كسبتش غير ماتش واحد في الوداد في المغرب بس بجون رامي ربيعه، وكان الفريق حالته صعبه جدا يعني. كابتن حسام بدري مسك الفرقه فاقت معاه، برضه ضخ عناصر جديده في الفرقه، خلق حلول كتيره في الفريق، كسب الدوري في اول موسم قبل ست جولات من النهايه، كسب كاس مصر اللي هو كان بعيد عن النادي الاهلي من فتره طويله اكتر من 10 سنين اعتقد. وصل بالفريق لنهاية دوري ابطال افريقيا 2017 والتوفيق ما كانش حليفه. الموسم الثاني ليه برضه كسب بطوله الدوري وحسمها مبكرا، ما حلفوش التوفيق في كاس مصر، وكانت بدايته في دوري الابطال ضعيفه، فكان القرار اللي هو الاستغناء عنه ثم التعاقد مع كارتون. فكابتن حسام بدري من ضمن المميزات ان هو يقدر يمسك فريق يعني دروب عنده دروب عالي ويفوق بيه ويطلع بيه. ماشي. وفي نفس الوقت هو عنده تحديات كتيره جدا الفتره اللي جايه، مشاكل مع محمد صلاح واضحه للجميع. هو بيحاولوا يجملوا الصوره شويه في موضوع محمد صلاح وان هو مش موجود في المنتخب، وهل هو اعتذر ولا ما اعتذرش، ولا هل هو كان فعلا مجهد قبل الاصابه في ماتش ليستر سيتي؟ بتشوف الموضوع ده ازاي بالتحديد يعني؟ بص يا امير، هو ده اول ماخذ على كابتن حسام البدري كويس في نقطه ان دلوقتي كابتن حسام اعلن ان هو تواصل مع صلاح، وان هو بعد التشاور مع طبيب المنتخب ان هو بيعاني من اجهاد في العضله الضمه زي ما اتقال وكده، وان هو هيبقى في اتجاه لاراحته. لا انا كان افضل بالنسبه لي ان انا احدد السبب الواضح، يا جماعه محمد صلاح مش معانا المعسكر ده، اراحته وخلاص، ما اخش على طول، ما اخش في التفاصيل. مش او انا مش محتاجه، محمد صلاح ده نجم كبير، مش انا هحتاجه ان انا هجربه في بوتسوانا مثلا. انا عارف اوظفه ازاي، المفروض كابتن حسام بدري جايب اجنده طبعا، هلاعب محمد صلاح فين وازاي وامتى والكلام ده كله. وهو عنصر اساسي هيلعب اكيد تمام. فانا لا يا جماعه، هو انا مش محتاجه، انا محتاج ماتش بوتسوانا اتفرج على لعيبه جديده، ادي اضخ دم جديد في الفرقه، وهو فعلا عمل كده. ومحمد صلاح مش معانا، مش هيقلل منه تمام. لكن انا اطلع اقول ان اصل هو مصاب واجهاد والكلام ده كله، طب ما هو في لعيب عنده اجهاد يلعب دوري ابطال اوروبا 90 دقيقه او دوري انجليزي 90 على طول منهم يومين ثلاثه يعني. فانت برضو يعني خلقت ديبيت او جدل ملوش داعي. هو ما كانش موفق في الـ في الـ في الـ ده ماخذ عليه في الحقيقه، ده ماخذ عليه ان هو كابتن حسام، احنا مش محتاجين حسام يعني، مش محتاجين محمد صلاح في المباراه دي، لان في ترسبات ان هي يعني ترتبت الازمه ان هو قصه التصويت ليه في جائزه ذا بيست بتاعت الاتحاد الدولي لكره القدم، جائزه افضل لاعب في العالم. وطبعا اللي احنا الجدل اللي احنا عشناه الفتره الاخيره وعدم التصويت ليه وعدم ارسال الاصوات، ثم زميل صحفي مصري لم يصوت له كافضل لاعب، فهو يعني ايه زي ما نقول ايه خد على خاطره
فلا انا مش جاي، الله اعلم بقى التفاصيل، بس الواضحه للعالم بتقول كده. طبعا الواضحه للعالم بتقول كده. النهارده كابتن محمد بركات قبل التدريب النهارده كان ليه تصريحات صحفيه للاعلاميين اللي كانوا متواجدين، وقال ان غياب صلاح هيبقى اسبوع واحد بس بسبب الاصابه، بالتالي هو كده اعتقد هيلحق ماتش مانشستر يونايتد. وكمان قال ان كل اللاعبين في المنتخب موضوع الفرصه بالنسبه لهم يعني متاحه لكل اللاعبين، مفيش حد ضامن مكانه ولا مركزه، المنافسه هتكون بين الجميع، وشدد على الالتزام والانضباط. ده من قبل الكابتن حسام البدري. تعليقك على تصريحات الكابتن محمد بركات؟ تصريحات موفقه جدا موفقه. وده طبيعي، جهاز فني جديد يا جماعه، انا بفتح الفرصه للكل. احنا كنا شفنا في فتره كوبر كان يعاب عليه ان هو مركز على 17 18 لعيب وما فيش حد يخرج منهم. أجيري ما كنتش مركز مع حد خالص. لا أجيري، لا لا أجيري كان مشكلته ان هو كان بادئ بدايه صح، ثم واضح ان هو استضافه كاس امم افريقيا في مصر غيرت حساباته، او بدا بقى في تدخل في عمله، ده كان واضح بشكل كبير كان جدا. واضح فعلا. وضم عناصر ملهاش اي دور، مع احترامنا ليهم كلهم يعني، وكان في عناصر في الدوري افضل منهم، ما برضو دي كانت دي حقيقة، دي اه حقيقة. فلكن كابتن حسام البدري ده طبيعي ان بدايه جديده يا جماعه، الفرصه كويسه. وللعلم كابتن محمد بركات الناس برضو في كشخصيه، لا هو شخصيه قويه جدا، قوية طبعا. كابتن محمد بركات شخصية قوية يعني، احنا تعاملنا معاه في نادي ايه، وبعيدا عن اللي هو الظاهر ان هو بيحب يهزر بيهزر وكلام، وكمان لكن هو شخصية قوية جدا، شخصية حادة جدا. كابتن حسام البدري مطلوب في الفترة دي الانضباط، سواء كان هو او قلنا كابتن حسام حسن، طبعا ايا كانت الاسماء كنا كلنا هنبقى مساندين وداعمين بقوة، لكن كابتن حسام البدري موضوع الانضباط ده عنده ما بيعرفش فيه الهزار. صح صح. فده حاجة مهمة جدا، كانت الامور بدات تفرض بشكل كبير، واحنا شفنا كده سواء في كاس العالم سواء كاس امم افريقيه، مشاكل كتيره جدا بره الملعب بتاثر على اداء جوه الملعب. زاد ان هو فنيا كابتن حسام بدري من افضل المديرين، ان لم يكن افضل مدير فني في مصر، ده رايي رغم كل التحفظات اللي كمصري يعني، كمصري افضل مدير فني في مصر، ده رايي. عادي ممكن نختلف، ممكن فئه ثانيه تشوف كابتن ايهاب جلال، فئه ثانيه تشوف كابتن احمد حسام ميدو، ايا كان الاسماء، او كابتن حسام حسن، بس انا رايي ده ان حسام البدري هو افضل مدير فني في مصر. الفتره اللي جايه عليه تحديات كتيره جدا، عليه لملمه الامور، عليه ان هو ازاي هيتعامل مع نجوم كبار زي محمد صلاح. محمد صلاح كان زي ما بقول يا امير، كان المأخذ على قصه ان هو راحته عشان خاطر الاصابه، لا هو محمد صلاح عنده اختبارات قويه، مانشستر يونايتد، توتنهام، مانشستر سيتي، في الدوري الانجليزي. فيا جماعه احنا مش محتاجين صلاح، صلاح مش اللي احنا محتاجين بالزبط. نجربه في مباراه وديه ضد بوتسوانا، كان هيبقى شكلها افضل شويه، افضل اكيد. بس طيب ده شيء وجزء مهم جدا. ممكن المكاسب اللي يخرج منها او بيها كابتن حسام بدري من المعسكر ده تكون ايه من وجهه نظرك؟ ان هو يجرب عناصر جديده. يعني الفتره الاخيره كان المركز الظهير الايمن مثلا كان احمد فتحي، وبعد كده بقى احمد المحمدي، لا دلوقتي في رجب بكار، في محمد هاني. محمد هاني مش موجود في المنتخب. يعني هيبقى قدامي اكيد في الصوره يعني. في الصوره. لان هو برده من ضمن الناس اللي كان كابتن حسام بدري بيعتمد عليها. اكيد. فرجب بكار انضم المره دي، محمد هاني عنده فرصه في المعسكر اللي جاي. في وجوه كتيره في مركز راس الحربه اللي كابتن حسام بدري قال ان احنا بنعاني من مشكله واضحه فيه. في طبعا عناصر هي ضامنه مركزها، يعني ضامنه تواجدها، زي مثلا محمود حسن تريزيجيه، احمد حجازي، دي تقدر تقول دي الركائز اللي هو كابتن حسام هيبني عليها، وطبعا وعبد الله السعيد اللي هيبني عليها بقيه الهيكل اللي هيضخ دم هنا جديد. مثلا مركز راس الحربه شفنا عمر السعيد من ضمن الوجوه الجديده اللي منضمه للمنتخب. فاعتقد ان هي الركائز الاساسيه واضحه، ثلاث او اربع لعيبه بالكثير، والباقي هيكون محل تجربه. موضوع الشاره خلاص اتحسم النهارده بالاقدميه احمد فتحي. ده طبيعي. ده طبيعي. ده طبيعي. ايا كان، حتى لو محمد صلاح موجود في منتخب مصر، يبقى احمد فتحي اللاعب الاقدم منه، الاقدم منه هو اللي يبقى كابتن، هو يبقى كابتن المنتخب. ما نقدرش نغير، او بمعنى ما نقدرش نغير سيستم الا اذا بقى حصل بقى محادثات داخليه واتفاقات وكده، طرديه مثلا للاعيب اقدم، لان برضه في احمد حجازي اعتقد اقدم. اقدم والنني. والنني اقدم. فبرضه من ضمن الحاجات، عشان دي يا امير لما تيجي تبتدي عهد جديد ما تبدأ يعني ما تبداش فيه مناوشات داخليه. صح. لان برضه اللعيبه في الاخر هي نفس بشريه. اكيد اكيد. فطبيعي لازما الطبيعي ان اللاعب الاقدم هو اللي يبقى كابتن، ما ترضيش حد على حساب مصلحه المنتخب، او على حساب ان هي اللحمه او التوحد او الوحده اللي بين عناصر الفريق. عايز اتكلم معاك في ملف مهم جدا، هو اعتزال محمد ايهاب بطل العالم في رفع الاثقال، والنهارده هو اعلن اعتزاله للعبه بسبب امور كتيره جدا بتتعلق بايقاف النشاط بسبب المنشطات، وبسبب العينات الايجابيه اللي جت بعد بطوله افريقيا الاخيره، خمس عينات وكلام من ده.
رأيك إيه في الموضوع ده؟ لأن في الحقيقة كان عندنا آمال كبيرة جدا على نجم كبير زي محمد إيهاب إن في طوكيو 2020 يجيب لنا ميدالية زي ما جابها لنا في الدورة الأولمبية السابقة، كانت ميدالية برونزية. بتشوف القصة دي إزاي؟ طبعا خساره كبيره يا امير. انت خسارة. عندك طبعا الالعاب الفرديه دي المنجم، الالعاب الفرديه صح. دي هي اللي دايما تحطنا في المحفل العالمي في الاولمبياد، تلاقي رفع الاثقال، تايكوندو، سلاح الشيش، دي الالعاب اللي دايما بتعلي اسم مصر في الاولمبياد. فلما انت تخسر بطل اولمبي اوريدي، يعني كان واخد ميداليه ذهبيه صح برونزيه برونزي في الدوره الاخيره في ريو دي جانيرو، فدي طبعا خساره كبيره جدا، محتاجه تدخل كبير. يعني ازاي تبقى عينه منشطات وخمس لعيبه ايجابيه في دوره الالعاب الافريقيه اللي في المغرب؟ فين دور الاتحاد؟ فين محاسبه اتحاد طيب اللعبه؟ خلينا نقرب للصوره بشكل اكبر ونروح لمحمد ايهاب بطل مصر في رفع الاثقال. يا ابو حميد مساء الخير عليك. الفل، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. طبعا عايزين نتكلم في قصه الاعتزال واعلانك اليوم عن قرارك واسباب الحقيقيه وراء هذا القرار من وجهه نظرك. عايزين نوضح الامور بشكل اكبر للجمهور المصري بشكل عام. هو كان طبعا في مشكله قديمه من 2016 للاعيبه الناشئين. سبع لعيبه طلع عندهم عين ايجابيه. بالتالي الاتحاد الدولي عمل، يعني ظهر المشكله دي في فتره قريبه، يعني من شهرين او من شهر قبل بطوله العالم بالظبط، ومنعنا من مشاركه بطوله العالم عشان عندكم مشاكل قديمه انتوا لسه ما حلتهاش. طبعا اللجنه الاولمبيه والوزاره والاتحاد قاموا بدورهم ان هم يجيبوا محامي عشان يطلع يعمل طعن على القرار بايقاف مصر والكلام ده. ظهرت مشكله جديده لسه امبارح، خمس عينات جم من دوره الالعاب الافريقيه. خمس عينات ايجابيه، طبعا احنا لجنه شيلات فخمسه جم. طبعا المشكله كبيره طبعا دلوقتي عشان فتره تاهيل اي ايقاف للعيبه بيبقى حساسيته كبيره، والدوله تبقى معرضه طبعا للايقاف. غير المشكله القديمه، فطبعا فالبلد كده معرضه للايقاف بنسبه 2% في سنتين يعني. طب ليه ما انتظرتش يا محمد ان القرار يطلع؟ ممكن يبقى ما فيش قرار ايقاف، ولا خلاص المعطيات كلها بتؤكد ان هيكون في ايقاف يعني؟ لا، الاتحاد قدم استقالته واحنا في البيت و10 شهور على الاولمبياد يعني. يعني انت كاتحاد وانت كبلد خلاص انت اعلنت ان خلاص الاتحاد وقع والبلد وقعت، يعني ما هي مش تلعب. انا يعني انا في البيت وكلنا كل اللعبه في البيوت وخلاص. المشكله حصلت وان مفيش طوكيو، وان المشكله مش حدش عارف مداها فين، وانت ده مش وقت مشاكل، مش وقت ان انت تطلع ترفع قواضي والكلام ده. انت في فتره المفروض بتركز فيها اكيد انك تطلع بطولات وتحقق ميداليات وتنجز. طيب هل التقصير جاي منين بالظبط يا محمد من وجهه نظرك؟ هل الاتحاد المصري لرفع الاثقال هو اللي مقصر، ولا اللاعبين اللي جه عليهم عينات ايجابيه يعني، ولا المدرب السابق مثلا؟ يعني الموضوع ده انا ما اقدرش ان انا اتدخل فيه اصلا. انا في الاول وفي الاخر لاعب، انا لاعب وظيفتي ان انا بلعب وبشيل الحديد. بطولات بروح اجيب ميداليات، هي دي مسؤوليتي ان انا احافظ على نفسي. لكن اللي انا اقول ده مقصر او ده مسيء او ده يعاقب او ده كده، مش محمد ده اللي يقول الكلام ده. طب يا محمد، هل عندنا عدم وعي عند اللاعبين المصريين؟ انت قريب اكيد من اللاعبين يعني بالتحديد، عدم وعي في قصه المنشطات وكلام من ده، ولا ايه الاسباب يعني؟ الاسباب كتيره، الاسباب لا ما تتعدش طبعا، بس هو يعني هو كمدرب او كاتحاد مش هيقعد مع اللاعب 24 ساعه في اليوم قاعد جنبه عشان يشوف هو بياكل ايه وبيشرب ايه وبياخد ايه. والعكس برضه، يعني انا كلاعب الاتحاد جايب جهاز طبي وجهاز فني وهو اللي بيدير المكملات، فبالتالي انا ببقى واثق فيه ثقه عمياء. فالخطا هنا ما لا, لا, لا يعني انا مش هقدر ان انا اتداركه، ولا اللعيبه برضو تقدر ان انت تكون معاها طول اليوم. طيب هل انت يعني كنت تستعد بكل قوه اكيد لاولمبياد طوكيو 2020، واحنا كمصريين كان عندنا امال كبيره جدا ان نبقى ضامنين ميداليه من خلالك في هذه البطوله، هل القرار دي قتلت طموحك بشكل كامل وده اللي ادى لاعتزالك اللعبه يعني؟ ما انا من اول السنه انا بستعد لبطوله العالم. وجيت قبل بطوله العالم السفر بيوم اتحرمنا من المشاركه بسبب مشاكل قديمه. يعني طول السنه انا بستعد المحاكم.
البطوله بيوم خلاص استبعدنا بسبب مشاكل قديمه. طب حل المشاكل القديمه فكانت مشاكل جديده. عشان الحوارات دي اصلا تتحل ان هم الناس بتوع اللعبه اللي فاهمين في اللعبه هم قدموا استقالتهم ومشيوا. فبالتالي انا هستنى ليه؟ يعني الناس اللي معاهم الخطط الثلاث سنين اللي فاتوا دلوقتي هم مشيوا. انا هكمل يعني قول لي انت سبب انا اكمل عشان. ولا انا في البيت دلوقتي اقول لهم انا بستعد للاولمبياد وانا في البيت؟ لا طبعا. والمشاكل الموجوده دي ما اتحلتش لسه؟ لا طبعا. فان انا اطلع دلوقتي بذوق من غير ما الوضع يجبرني على اي حاجه ثانيه. والرعاه الدعم بتاعهم يفهموا الوضع اللي انا فيه برضو عشان ما اي راعي يدفع فلوس عشان بستعد للدوره الاولمبيه مش عشان انا اخدها وانام في البيت. اخيرا في رساله حابب تقولها للمسؤولين عن الرياضه في مصر يا محمد؟ انا يعني لعبه زي رفع اثقال يعني من بدري كان المفروض يبقى ليها اهتمامها، من بدري كان المفروض يبقى ليها احتياطاتها. يبقى الجهه المنوطه اللي هي الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات تبقى قايمه بدورها باجمل وجه في كل مراحل التاهيل بتاعتنا، كل المعسكرات بتاعتنا، عشان نقدر ان احنا نوصل للبطولات الدوليه اصلا واحنا وانت مطمن كاتحاد ومطمن كوزاره ومطمن كلجنه اولمبيه. ولكن الخطا دلوقتي كله بيبعد عنه، يعني لما يحصل انجاز كله مشارك فيه، لما بيحصل خطا كله بيبعد عنه. المفروض نتجمع دلوقتي عشان نشوف حلول ونقدر ان احنا نواصل ونكمل. لكن اللي انا شايفه دلوقتي ان كله بعد عن الموضوع الاساسي اللي هو التاهيل للاولمبيات، وكله دلوقتي عاوز يعاقب المسيء ويدور على المسيء مين اللي عمل المشكله ويعاقبه. يا محمد انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك دايما التوفيق في اي خطوه مقبله ان شاء الله هتاخدها. بشكرك شكرا جزيلا. كان معنا بطل مصر في رفع الاثقال محمد ايهاب واللي اعتزل النهارده بسبب المشاكل اللي موجوده. تعليق سريع قبل ما اختم على الجزئيه دي يا محمد. طبعا احنا سمعنا يعني كلام البطل محمد ايهاب حرمان من بطوله عالم مش اولمبياد بس. طبعا وطبعا بطوله العالم زي كابتن محمد ايهاب بيقول هو دي المحك الرئيسي المحك القوي، لكن البطولات العربيه والافريقيه مع احترامنا ليها بتكون هي مجرد زي البري سيزون او فتره اعداد، لكن محك العالمي انك تتحرم من بطوله عالم ثم تتحرم ثم ايقاف عشان الاولمبياد، فواضح ان المشكله ليها جذور بقى لها سنين وما اتحلتش، ودي مشكله الاكبر كمان. بالظبط. وفين التدخل؟ هل التدخل انا قدمت استقالتي وخلاص؟ فين يعني طب فين التحقيق مع الناس دي؟ مين المسؤول؟ لازم يكون في رعايه للابطال الاولمبيين. انا بشكرك شكرا جزيلا يا محمود، نورتنا وشرفتنا ودايما ببقى سعيد وانت بتواجد معانا. شكرا يا امير. شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز النهارده في فقره او الفقره الحواريه من حلقه كلام في الميديا الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق، واتكلمنا في العديد من الامور دي. كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.